الدرس السادس: تدريبات على الحركات والتنوين. همزة فتحاء، با فتحاء با، أبا، دال فتحتين دن، أبدا، همزة فتحاء، ح فتحاء ح، أح، دال ضمتين دن، أحد، همزة فتحاء، خ فتحاء خ، أخ، ذال فتحاء ذا، أخذ، همزة فتحاء، ذال كسرى ذي، أذي، نون فتحاء نا، أذينا، همزة فتحاء، ميم فتحاء ما، أما، را فتحاء را، أمر، همزة فتحاء، نون فتحاء نا، أنا، با فتحاء با، خا كسرى خي، بخي، لام فتحاء لا، بخيلا، بررت، جعل، جمع، حسد، حشر، خا فتحا خا، شين كسرا شي، خشي، يا فتحا يا، خشي يا، خا فتحا خا، لام فتحا لا، خلا، قاف فتحا قا، خلاقا، خا ضماقو، لام كسرا لي، خلي، قاف فتحا قا، خلق، ذكر، رفع، رقبة، سين ضماسو، را ضمارو، سورو، را ضماتين رن، سرور، سين فتحاسة، فا فتحا فا، سفا، را فتحا را، سفرا، تا كسرتين تن، سفرة، صاد ضماصو، حا ضماحو، صحو، فا فتحتين فن، صحفا، وسطا، طبق، طا فتحا طا، با فتحا با، طبا، قاف فتحتين قن، طبقا، طا ضماطو، واو فتحتين ون، طوا، عبس، عدل، علق، عمد، عنبا، غبرة، فعل، قاف فتحا قا، تا فتحا تا، قتا، را فتحا را، قترا، تا ضمتين تن، قترة، قتل، قاف فتحا قا، دال فتحا دا، قدا، را فتحا را، قدر، قاف ضماقو، را كسراري، قري، همزة فتحاء، قريئة، قاف فتحا قا، سين فتحا سا، قسا، ميم ضمتين من، قسم، كبد، كتب، كسب، كفر، كاف ضماكو، فا ضمافو، كفو، واو فتحتين ون،
كفوا لبدا لمزة لهب مسد نون فتحانا خا كسراخي نخي را فتحا را نخي را تا فتحتين تن نخيرة وجد وسق وقب ولد وهب ها ضماه ميم فتح ما هما زا فتح زا هما زا تا كسرتين تن هما زتين ها ضماه دال فتحتين دن هدن